ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب. أهلا بك سيد طارق. يعني أبدأ معك من التصعيد الخطير عندما يطلب من السكان أو سكان القرى اللبنانية تحديدا مغادرة المنازل، إلى أي مدى من الخطر وصلنا؟ سيد طارق هل تسمعني؟ نعم أستاذتي، صباح الخير. نعم صباح الخير لحضرتك وصباح الخير لجميع المشاهدين. بالحقيقة لبنان انزلق بالحرب، العدوان بدأ الموسع منذ صباح اليوم الساعة 6 صباحا. القوات العدو الإسرائيلي بدأت بقصف أكثر من 100 قرية وبلدة، وأيضا في العمق اللبناني في منطقة جبال إلى أول مرة، وأيضا بدأ كمان استهداف بعض الجسور في الجنوب اللبناني، وحالات نزوح كبيرة نشاهدها في لبنان من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية. أنا اليوم موجود في مدينة صيدا، طبعا أصوات كثيرة نسمعها من صواريخ واستهداف إسرائيلي لمنازل وقرى وأيضا إلى أحراش وبساتين. استطاع يعني للأسف حزب الله توريط لبنان بما يسمى وحدة الساحات، لكن لن يوقف الضرب على غزة، لكن للأسف الضرب أصبح في لبنان والحرب بدأت في لبنان. هذا العدوان ترافقه طبعا اختراق لشبكة الاتصالات التي أربكت اللبنانيين، اتصالات على المنازل والمكاتب والمؤسسات والشركات، من يعني الأرقام الأرضية على ما يبدو مخروقة من قبل العدو، لأنه بدأوا يتصلوا على المواطنين وتحذيرهم. وأيضا وصل رسائل مصرية إلى التلفونات الهواتف نقال الخلوي إلى المواطنين بتحذيرهم، وأيضا بتخويف وإرعاب وممارسة الضغط النفسي من العدو الإسرائيلي على المواطنين. وأيضا خرقت الجيش الإسرائيلي خرق أيضا الإذاعات، فعدد كبير من الفيديوهات تداولت، انقطع الإذاعات وبدأ ببث كلمة للجيش العدو الإسرائيلي. على كل حال نحن اليوم في حرب فعلية بدأت منذ صباح اليوم، بدأ بتوسيع أكثر في معظم القرى والبلدات الجنوبية، طبعا نزوح كبير، ونحن في ساعات قادمة على ما يبدو سوف تكون قاسية جدا على لبنان في ظل تهديد قادة جيش العدو الإسرائيلي، وأيضا بالضغط على لبنان لتطبيق القرارات الدولية، وأيضا من أجل إبعاد حزب الله على حدود اللبنانية. اليوم طبعا إرباك كبير في المجتمع اللبناني، إرباك كبير من الحكومة اللبنانية، حتى يعني وزير الداخلية أيضا يعني أعطى تصريح بأنه يجب على الجميع الاستنفار على المؤسسات الصحية وغيرها والأمنية، لأنه على ما يبدو بدأنا بحرب فعلية مع العدو الإسرائيلي لكافة المناطق اللبنانية، والخوف التمدد إلى مناطق أخرى وإلى العاصمة بيروت وإلى مطار بيروت. بالتالي أنه هذا العدو المتوحش يعني يريد بفتح وجر لبنان إلى معركة حقيقية، والذي يعني للذي حاول يعني كثير من حاولوا كثير من الدول الغربية والعربية بالضغط لخفض التصعيد، لكن للأسف حزب الله لن يستجيب إلى كل الضغط الدولي وكل الدبلوماسية الغربية والأمريكية لوقف التصعيد. حزب الله وخلفه إيران استطاعوا أن يسقطوا لبنان في هذه الحرب بما يسمى وحدة الساحات، وطبعا الأبرياء والأطفال والنساء سوف يدفعون الثمن بسبب هذه الحرب الوحشية، والذي بدأت بالصواريخ المكثفة على البلدات بطريقة وحشية. نعم. طيب سيد طارق، حضرتك أشرت إلى عمليات النزوح، لو تحدثنا عن الأرقام في السابق كانت هائلة، ماذا عن اليوم، إلى أين وصلت؟ ولو نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني للسكان هناك.
نعم، سنعود إلى السيد طارق بعد قليل، يبدو أن فقدنا الاتصال. هل أنت معنا سيد طارق؟ هل تسمعني الآن؟ منذ على نعم 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 تفضل. نعم نعم، بالحقيقة منذ بداية التصعيد ما بعد 8 أكتوبر أكثر من 100,000 شخص نزحوا من الجنوب اللبناني إلى مدينة صور إلى بعض المدارس، لكن من اليوم صباحا وأمس أيضا صباحا عندما بدأ التصعيد منذ 4 أيام. نعم. بداية منذ لما بدأت موضوع البيجر ومن بعده اللاسلكي ومن بعده بدأت الضربات الإسرائيلية تتوسع أكثر، وأمس كانت يعني أمس ليلا كان في قصف عنيف وأول أمس، لكن اليوم هي الذروة واليوم فتحت على كافة المناطق اللبنانية. بالحقيقة أعداد هائلة كبيرة لا يمكن الآن إحصائها، لكن طبعا المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والصحية في مدينة صيدا، مدينة صيدا تقع بين بيروت وبين الجنوب وهي عاصمة الجنوب اللبناني، بدأت باستقبال عدد كبير من النازحين الهاربين من جراء هذه الوحشية الإسرائيلية، وكل المؤسسات الإنسانية في مدينة صيدا طبعا في استنفار تام طبعا لاستقبال العائلات والأهالي الجنوبيين النازحين. يتعرض اليوم لبنان للأسف يعني حتى لشبكة الاتصالات في خرق لها، شبكة الانترنت في تشويش كبير ويحاولون إضعاف كل شيء وعزل لبنان عن يعني عن محيطه من خلال التشويش على الاتصالات والانترنت وعدد كثير أمور. اليوم يجب على حزب الله أن يعرف جيدا ورط لبنان في حرب نحن لا نقطن بها ولا جمل. الشعب اللبناني لا يريد أن ينفذ أجندة إيرانية هدفها فقط من أجل مصلحة إيران. إيران تحارب في الدم العربي ليس في الدم الفارسي، وشاهدنا أمس رئيس الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ يومين يقول عن الولايات المتحدة الأمريكية أنهم أخوان، فبالتالي العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة. لكن تستخدم إيران هذه الأجرع في المنطقة من أجل مصالحها الخاصة، ولبنان للأسف يدفع الثمن، والعراق واليمن وسوريا، وهذا ما يسمى المحور، هذا المحور الذي لا يشبه اللبنانيين ولا يشبه كل العرب. نحن اللبنانيين لا نريد حرب، نريد الحياة. طبعا نحن نقول عن الاحتلال هو عدو إسرائيلي وأيضا مخصب بعض الأراضي اللبنانية، لكن نحن مش مستعدين لندخل حرب لأن لبنان غير مهيئ، والشعب اللبناني لم يستطيع في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. أطفال عم نشوفها قبل شوي كنا، ونساء يبكون من جراء النزوح، وأيضا يعني أصوات المدافع والصواريخ والخوف على جنوب لبنان وأهلنا في جنوب لبنان المدنيين والأبرياء أن لا سمح الله يحصل بهم بما حصل في غزة، لأن نحن ما نعرف العدو الإسرائيلي متوحش، وأيضا حزب الله لا يريد مفاوضات، حزب الله يخطف الدولة اللبنانية، خطف حزب الله أخذ قرار سلم والحرب ولن يراجع أحد من اللبنانيين. لكن أيضا عليه حزب الله أن يدري تماما بأنه يوجد خرق أمني عنده وعملاء كثر بين هذه يعني بين هذه البيئة الذي شفنا نحن بقصد البيجر واللاسلكي، فبالتالي لا هو قدر يحمي جماعته ولا قدر هو يحمي عناصره، وأيضا هو غير قادر أن يحمي لبنان. فبالتالي يجب على حزب الله أن يكف يده عن لبنان ويترك اللبنانيين بسلام، لأنه الشعب اللبناني يعني أكثر من 40 عاما والحروب في لبنان. كفى لحزب الله، هذه صرخة نطلقها عبر منبركم وعبر قناتكم بأنه على حزب الله أن يقول كفى. إذا عم تسمع أصوات الإسعافات، نعم، أصوات الجرحى، يعني فبالتالي على حزب الله أن لا يغامر بنا مرة أخرى. نعم. يجب أن يتوقف بالعبث بلبنان، وعلى إيران يجب أن تتوقف العبث في لبنان. نعم. طيب سيد طارق، لو تحدثنا عن الجانب العسكري، يعني ما هي المدة التي تتحدث عنها إسرائيل عندما تقول قريبا سنشن ضربات مكثفة؟ ما هو شكل هذه الضربات أيضا؟
بدأت يا سيدي الضربات المكثفة بدأت الساعة 6 الصبح، يعني بحوالي 40 دقيقة أكثر من 300 غارة صاروخية على مراكز ومناطق يتواجد فيها منصات لحزب الله، هذا واحد. وأيضا حزب وأيضا العدو الإسرائيلي يأخذ الآن المدنيين ومنازل المدنيين ذريعة بأن حزب الله يحتمل في هذه المنازل. بالتالي يعني العدو الإسرائيلي عم أقول سوف أبيد هذه القرى كاملة مثل ما أباد منذ 8 أكتوبر عدد من القرى، لكن الآن توسعت الحرب وبدأت في معظم القرى، أكثر من 100 قرية وبلدة فيها يتواجد، يعني في جنوب لبنان يوجد 1,000,000 شخص موجود في جنوب لبنان. هؤلاء إذا يعني الحرب بدأت وبدأوا بالنزوح، يعني طاقة غير استيعابية سوف تكون على الداخل اللبناني، لأنه نحن نعرف اليوم في مشكلة اقتصادية، وأيضا بصراحة في كمان مشكلة اجتماعية، يوجد يعني انقسام بين اللبنانيين. بالتالي هؤلاء الأبرياء المدنيين هم ضحايا هذه الحرب، لكن للأسف يوجد يعني انقسام بالداخل اللبناني، يعني بالتالي يعني عدد كبير من معظم اللبنانيين لا يرضون حرب، وأيضا هؤلاء هم ضحايا هذه الحرب، هؤلاء الجنوبيين يلي بنعتبرهم أهلنا وشعبنا الذي يخطفهم حزب الله ويأخذهم دروع بشرية للأسف. نعم. طيب سيد طارق، يعني الجانب الإسرائيلي ذكر أن هذه الضربات ستكون دقيقة وستهدف فقط حزب الله، ما هي احتمالية سقوط مدنيين هناك؟ ما هو سيدة الكريمة لما يقول قبل شوي يعني المتحدث باسم الجيش العدو الإسرائيلي أنه سوف نقصف حتى المدنيين، وقال قصفنا منازل المدنيين، فبالتالي هنا الخوف، يعني هنا الخوف أن يكون لا سمح الله يعني المدنيين هم للأسف يكونوا هن ضحايا. إسرائيل أيضا هذا العدو لا يؤتمن له، فبالتالي يعني ما في مثل يعني من الواضح تماما أنه سوف توسع إسرائيل عدوانها على لبنان، والاحتلال الإسرائيلي لا ثقة به، هذا عدو أيضا مثل الهيمنة الإيرانية لا ثقة بها التي خطفت لبنان واللي ورطت لبنان بهذه الحرب وما يسمى وحدة الساحات. نعم. طيب سيد طارق، حضرتك أشرت إلى توسع هذه الغارات إلى أكثر من 100 بلدة، يعني هذا التطور في مدى الانتشار الحربي كيف نقرأه؟ كمان على جبال، يعني جبال صارت بين بيروت وبين شمال لبنان، بين طرابلس هي تقريبا في شمال لبنان جبال، يعني بالتالي بداية شمال لبنان جبال، بالتالي هذا العمق اللبناني القصف الذي وصل على جبال، يعني بالتالي واللي وصل على كافة المناطق في الجنوب اللبناني في قضاء صيدا مناطق تابعة لمنطقة الزهراني، بالتالي يعني بدأت الحرب الفعلية وبدأت بالتوسع. وأيضا عندما بيبدأ جيش العدو الإسرائيلي بقصف البنية التحتية مثل جسر في السكسكية، يعني بالتالي نحن بحرب فعلية، بدأ العدو الإسرائيلي بتوسيع حالات الرعب بين المواطنين، نزوح، إسعافات عم تجي من جنوب لبنان إلى مدينة صيدا لأنه فيها عدد من المستشفيات الكثيرة، فبالتالي نحن بدأنا بحرب فعلية، والساعة الصفر بدأت من الساعة 6 صباحا عندما شن العدو الإسرائيلي بداية هذه الغارات في الصباح الباكر. ونحن بتعرف في 6 الصبح يعني اليوم أول يوم في العام الدراسي، فالمدارس رجعت أقفلت في جنوب لبنان وفي معظم المناطق اللبنانية خوفا من الاجتياح الكبير للبنان. الجيش الإسرائيلي يستخدم القصف الجوي المركز وأيضا. طيب نعم سيد طارق، يعني أنتقل الآن إلى تصرف الحكومة اللبنانية تجاه هذه الكارثة، كيف ستتصرف الحكومة اللبنانية تجاه الأوضاع الآن؟ نعم، للأسف الحكومة اللبنانية عاجزة، والحكومة اللبنانية عندما تماهت مع حزب الله هي من أعطت الضوء الأخضر لحزب الله بالتمادي ودخول لبنان إلى هذه الحرب ما يسمى وحدة الساحات. على الحكومة اللبنانية الآن تنفيذ القرارات الدولية وأيضا إبلاغ الأمم المتحدة وكل الدول المعنية بتنفيذ القرارات الدولية والضغط على حزب الله لإيقاف الحرب، لكن هذه الحكومة تتماهى مع حزب الله ولن تفعل شيء،
وحتى هي ليست قادرة أن تستوعب عدد كبير من النازحين، هي غير قادرة ولا تقدم شيء للنازحين السابقين يلي ظهروا من منازلهم، اللي خرجوا من منازلهم من جو 8 أكتوبر. فبالتالي هذه حكومة هي عاجزة أن تفعل شيء، حكومة تصريف عمل. بالتالي على يعني اليوم الحكومة اللبنانية أن تأخذ قرار جريء بالوقوف في وجه حزب الله وإبلاغه بالتوقف عن العبث بسيادة لبنان، التوقف عن تنفيذ أجندات من أجل إيقاف هذه الحرب. الجيش العدو الإسرائيلي مصمم برجوع السكان إلى شمال فلسطين المحتلة، بالتالي العدو الإسرائيلي سوف يفعل ما بوسعه لرجوع السكان إلى المستوطنات. بالتالي نحن أمام تحدي بخطابات يعني غوغائية لقادة حزب الله يهددون، لكن اليوم الأبرياء يعني شو ذنب الأبرياء اليوم في هذه الحرب وفي هذه التهديدات وفي وحدة الساحات وفي القرار الإيراني؟ اللبنانيين لا يردون، وللأسف حتى الجنوبيين، الأخوة الجنوبيين معظمهم لا يستطيعون أن يتكلمون من الخوف من يعني الاعتداء عليهم، وأيضا الخوف بعدم تعويضهم لا يرجع يبنوا منازلهم الذي تهدمت. فبالتالي هذا القمع للشعب اللبناني، هذا القمع للجنوبيين من أجل فقط بس نقول لا نريد حرب. عندما نقول لا نريد حرب يبدأ التخوين والوعيد والهجوم، وأيضا يعني بصير في مطاردات يعني للوصول لأي شخص الاعتداء على جسديا. نعم طيب، يجب على حزب الله أن يتصالح مع نفسه مع اللبنانيين والرجوع لكان في الدولة اللبنانية. نعم طيب سيد طارق، يعني ما هو السيناريو المتوقع من حزب الله تحديدا بعد آخر التطورات التي حدثت منذ صباح اليوم؟ للحقيقة أو للأمانة لا ثقة بحزب الله. يعني اليوم حزب الله انهزت صورته عندما تم خرقه بموضوع البيجر، بموضوع اللاسلكي. كان يقول نصر الله أنه يوجد عندهم صواريخ ما بعد حيفا، لكن اليوم حزب الله في مكان هو بصورة بعضة عند كل اللبنانيين وعند بيئته، آلاف من الجرحى وأعداد بالمئات من القتلى في صفوف حزب الله. بالتالي يعني أين إمكانية حماية جماعته أو المقاتلين وحتى اللبنانيين؟ فاليوم صورتهم بعضة ويوجد تململ صراحة. فاليوم هذا البيئة الذي تضغط عليه وهذا الخرق الكبير والعملاء في صفوفه يلي عم نشوف نحن كيف عم يتم خرق حزب الله، بالتالي اليوم هو بمكان لا يحسد عليه وفي ورطة كبيرة، ورط نفسه في ورطة كبيرة وورط اللبنانيين وورط يعني كل المجتمع اللبناني بحرب عباسية لا نريدها. نحن ضد العدو الإسرائيلي لكن غير مستعدين أن نخوض حرب بالنيابة عن أحد. هذه الحرب الإسناد ولا وحدة الساحات لن تقدم شيء للبنان. فلسطين في قلوبنا لكن لبنان ضعيف، لا نستطيع أن نفعل شيء. واليوم شفنا بدأت المعركة ولن نقدر نقدم أيضا شيء، لأنه بتعرف اليوم هذا المتوحش الإسرائيلي، هذه القدرة الهائلة بالتكنولوجيا والأسلحة والترسانة، وحليفة يعني الحليف الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب. لبنان غير قادر بالمواجهة، ولا حزب الله ولا إيران بمواجهة العدو الإسرائيلي وكل القوى الدولية معها. فيجب على إيران وحزب الله أن يتركوا لبنان واللبنانيين أن يعيشوا بسلام. لا نريد هذه الحرب العباسية التي يعني منذ أكثر من 3 ساعات عم نسمع صيات الإسعافات جراء الجرحى والقتلى جراء هذه الانفجارات. فإلى أين أخذ لبنان حزب الله؟ إلى الدمار والعلاج. نعم طيب سيد طارق، يعني الآن تردنا الأخبار العاجلة، وصلت عدد الغارات حتى هذه اللحظة منذ صباح اليوم إلى 280 غارة، يعني حصيلة هذه الغارات، إلى أي مدى هذا العدد قابل إلى الزيادة وما الذي نحن مقبلين عليه؟ أنا برأيي أستاذتي هذا العدد ضربيه بثلاثة كمان، لأنه الأصوات مكثفة من 6 صباحا وسرب كبير من طائرات العدو الإسرائيلي في سماء لبنان ويقصفون. فبالتالي من المؤكد أن هذه الأعداد في أكثر أضعاف وأضعاف.
العدو الإسرائيلي حذر، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية حذرت بعدم انزلاق الحرب، لكن حزب الله لا يريد الحل الدبلوماسي، حزب الله يريد جر لبنان. فاليوم حكومة العدو الإسرائيلي مصممة على إرجاع السكان بأي ثمن، وحتى رئيس وزراء الكيان قال لو بدي أقضي على لبنان بدي أرجع السكان. فبالتالي هذه معركة تحدي بين الكيان الإسرائيلي وبين حزب الله وخلفه إيران، فبالتالي والضحية هي لبنان. فللأسف على من الواضح تماما هذه الحرب بدأت ولن تتراجع، قوات الاحتلال وحكومة الكيان لن تتراجع عن القصف المستمر للجنوب اللبناني. قرى كثيرة بنية تحتية بلشت قصف للأسف، وإذا يعني خرق في الاتصالات اللبنانية، مش بس الخرق في الاتصالات الخاصة تبعت حزب الله، خارق أيضا في الاتصالات اللبنانية. فبالتالي نحن منكشفين أمام الاحتلال الإسرائيلي، نحن لا نمتلك قوة لبنانية أمام هذا العدو الإسرائيلي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة من ناحية تكنولوجيا وغيره. كان بالسابق كان يقول حزب الله أنه يمتلك قوة وقادة يؤمن حماية له ولبنان. إذا حزب الله انخرق وشفنا الخروقات وشفنا كل البيانات الخاصة مع العدو الإسرائيلي، بالتالي لبنان سهل أن يكون مخروق. واليوم كان أكبر دليل الخطوط الأرضية، يعني تم خرقها وبلش يتصل فيها العدو الإسرائيلي، يتصل بالمنازل يحذرهم. فبالتالي لبنان مخروق ومكشوف ولا يوجد إمكانيات أن نواجه هذا العدو. نعم، طيب سيد طارق، يعني الآن هذا التصعيد على الجنوب اللبناني إلى أي مدى سيؤثر على الحرب في غزة تحديداً، وأن هناك يقولون في غزة أننا منسيون مقابل هذه التصعيد أو مقابل هذه الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني والغارات هناك وآخر التطورات؟ منذ بدعة وحدة الساحات الذي قالها المرشد الإيراني بما يسمى وحدة الساحات والوقوف مع غزة، نحن شاهدنا كل هذه المحاور من العراق للبنان لكل هذه الدول لن تؤثر 1% على غزة. لا، موقف حرب بغزة، بل استمر العدو الإسرائيلي بالإبادة الجمعية بأهالي غزة. لكن تورطت هذه الدول بهذه الحرب الذي ليس ناقة بها ولا جمل، ومع الدول الغربية. فبالتالي هذا يعني وحدة الساحات وهذا التصعيد من الجنوب اللبناني وحتى من العراق واليمن أو إرسال طائرة أو مسيرة، هذا ما قدم شيء لغزة. لو حزب الله تعاون وقدر يتفق مع بقية اللبنانيين وننتخب رئيس للجمهورية، كان موقفنا أفضل بصمود مع غزة ومع أهالي غزة. لكن لا يوجد واحد يعني رئيس جمهورية عنا، ولا يوجد مقاومات، ولا أجا خبر بدلك إياه. قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان تقول للأهالي وتناشد الأهالي في المناطق الجنوبية بإخلاء منازلهم والابتعاد إلى مناطق آمنة. نعم، قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان تدعو الأهالي جنوب لبنان إلى إخلاء جنوب لبنان إلى مناطق آمنة. بالتالي مثل ما كنا عم نحكي، عندما جهة دولية قوات اليونيفيل القوات المتحدة تدعو اللبنانيين الجنوبيين بإخلاء منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة، نحن في تطور خطير. الحرب الفعلية بدأت، العدو الإسرائيلي بدأ بحرب فعلية على لبنان، ونحن يعني بانتظار للأسف ساعات ستكون قاسية جدا وليالي يعني حامية جدا. نعم، على لبنان. الله يحمي لبنان واللبنانيين وأهلنا في جنوب لبنان ويحمي لبنان، لأنه نحن دخلنا إلى الخط الأحمر، إلى الانزلاق الكامل إلى هذه الحرب. نحن في خطر يعني شديد وكبير جراء هذه المكنة. نعم، الوحشية الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية. نعم، طيب في ظل هذه التطورات وهذا الخطر في لبنان، ما هو دور المجتمع الدولي اليوم؟ هل هناك ما يمكن القيام فيه لأجل الخلاص من هذه التطورات وهذا الدمار؟
المجتمع الدولي والولايات والولايات المتحدة الأمريكية و هوكشتاين هو ممثل الرئيس الأمريكي، يعني كل شهر وكل أسبوع يحضر إلى لبنان ويعمل على خفض التصعيد، لكن حزب الله لا يريد، حزب الله معه أجندة إيرانية يريد أن ينفذها، وربط مصير لبنان بمصير غزة.